فتحت البوابات على بركة الله لتنافس يجمع الأفراس المستوردة عمر 3 سنوات فأكثر في الشوط الرئيس على كأس إمارة منطقة تبوك على مسافة 2000 متر بمشاركة المنتجع محليا شيتا. التنافس الأفراس على كأس إمارة منطقة تبوك على مسافة 2000 متر، الانطلاقة تبدأ مع بلاتينيوم جير وأيضا مع عجايب فهد التي تتقدم الأفراس في هذه اللحظات مع تقدم النخبة أيضا مع المنعطف الأول للأفراس على مسافة 2000 متر. بلاتينيوم جير في المركز الأول مشاهدين الكرام، التقدم لعجائب فهد كما نتابع الآن في الصدارة والمركز الأول. النخبة المركز الثاني من الخارج تتقدم الآن لأخذ الصدارة والمركز الأول للنخبة في المركز الأول. عجائب فهد تتأخر المركز الثاني، بلاتينيوم جير في المركز الثالث، محاولات زهرة الحجاز في المركز الرابع وأيضا حزام الذهب في المركز الخامس. الشوط الرئيس كأس إمارة منطقة تبوك، التنافس على الصدارة ما بين النخبة وعجائب فهد التي تعود للصدارة مرة أخرى للمركز الأول. ابنة كابتن ريوف في الصدارة الآن بطول كامل، النخبة تتأخر المركز الثاني، بلاتينيوم جير في المركز الثالث، حزام الذهب تتقدم للمركز الرابع، محاولة قدام للتقدم وأيضا محاولات دانت فهد للتقدم مع تقدم لسين الآن في هذه اللحظات مع الخيال محمد الدهام. الصدارة لعجائب فهد في المركز الأول، لسينا تتقدم للمركز الثاني، محاولات التقدم يأتي الآن، تأتي الفرس داليا نجد من الأسماء المرشحة لهذا الشوط. الخط المستقيم، عجائب فهد في المركز الأول، لسينا في المركز الثاني، محاولات التقدم من قبل زهرة الحجاز والصدارة والمركز الأول لعجائب فهد في الصدارة والمركز الأول. الشوط الرئيس والدخول والمحاولات لانتزاع الصدارة والمحافظة، عجائب فهد تحافظ والمركز الثاني لدانت فهد. إذن عجائب فهد تحقق المركز الأول وكأس إمارة منطقة تبوك لإسطبل الديحاني، ألف مبروك.